السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو الثاني إن شاء الله في قضية التفكير العلمي وكيف يفكر طالب العلم والعلماء منضبطين بالطريقة العلمية الحديثة. ونحن في صدد التحدث عن الثوابت الكونية التي هي ما يسمى بالضبط الدقيق. إذا لم تشاهد الفيديو الأول ارجع شاهده وبعدين شاهد هذا الفيديو. Cosmic Constants يعني الثوابت اللي في الكوزمو في اليونيفرس. أول Constant Gravitational Force Constant, Electromagnetic, هذا أول إشي. Gravitational Force Constant إيش هو؟ اللي هي تسمى الكابيتال جي. كابيتال جي حنبين ما هذا الكونستنت. هذا احد الثوابت الكونية. طبعا لو هذا اردنا ان نطبق عليه قانون الصدفة مستحيل ان يأتي صدفة. وبينت انا في الفيديو الاول قانون الصدفة, يمكن ان ترجع للفيديو الاول. الثابت الثاني Electromagnetic Force Constant اللي هو ثابت الالكتروماجنتيك فورس اللي هو كي, يرمز له في المعادلات كي. سترونج نوكلير فورس كونستانت اللي هو ثابت القوة النووية القوية. هذا لو بدك كل كونستانت من هذول لو بدك تطبق عليهم قانون الصدفة اللي بينته في الفيديو الأول فمن المستحيل أن تأتي كل هذه الثوابت صدفة حسب قانون الصدفة. Weak Nuclear Force Constant وهذا أيضا ثابت آخر. Cosmological Constant, هذا Cosmological Constant اللي وضعه أينشتاين اللي هو مقدر إلى جزء من تريليون 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 تريليون. وهذا مستحيل أن يأتي, من سابع المستحيلات أن يأتي صدفة. الآن عندك الانيشال كونديشن يعني بداية الكون اللي هو بلانك تايم. انيشال ديستريبيوشن اوف ماس اند انرجي هذا ثابت أيضا, يسمى الانيشال ديستريبيوشن اوف ماس اند انرجي. ليش؟ لأنه الانثروبي, قانون الانثروبي يقول أن بداية الكون كانت في أعلى نظام, بل هي أعلى نظام قد يعرفها البشرية اللي هي أول ظهور للكون وهو رتق. وهذا كان في بداية بلانك تايم اللي هو جزء من 10 to the power of minus 43 of the second, يعني 1 تقسيم 1 وجنبه 43 صفر من الثانية. يعني هذا أول ظهور للكون كان في أعلى قمة نظام اللي هو Initial Distribution of Mass and Energy, كان في قمة النظام. بعدين عندك الراتيو, كل ثابت من هذول الثوابت لو بدك تطبق عليه قانون الصدفة مستحيل أن يأتي صدفة, لأنه القيم في البسط ستكون إنفينيتي, فبصير عندك 1 على إنفينيتي وهذا يعتبر الفراكشن الكسر, بصير مستحيل استحالة. من سابع المستحيلات أن يأتي ثابت واحد من هذول الثوابت صدفة حسب قانون الصدفة اللي بينته في الفيديو الأول. Velocity of light, سرعة الضوء. Velocity of light, سرعة الضوء اللي هي 300,000 كيلومتر في الثانية تقريبا. بعدين mass axis of neutron over proton, يعني اللي زيادة كتلة اللي النيترونات على البروتونات عشان يكون الأنوية للذرة, هذا أيضا مستحيل أن يأتي صدفة. فكل ثابت من هذول الثوابت
حسب قانون الصدفة اللي أنا بينته في الفيديو الأول اللي هو هيو، إذا بدك تطبق على هذا هو القانون، إذا بدك تطبق هذا القانون على كل ثابت من هذول الثوابت حسب الطريقة العلمية، إذا إحنا نحتكم للعلم، إذا بدك تطبق هذا القانون على كل ثابت من هذول الثوابت فسينتج معك استحالة أنه يأتي هذا الثابت صدفة. لماذا؟ لأنه رح يكون عندك هنا القيمة اللي أنت عاوزها للثابت ستكون في البسط، أما في المقام سيكون عدد لا نهائي من القيم الممكنة، infinity، يعني بدل مثلا ما يجي ثابت 6.67 ممكن يجي 6.7، ممكن يجي 8.7، ممكن يجي 9.8، لأنه القيم في المقام infinity، الاحتمال وجود قيم في المقام سيكون infinity، فبالتالي بيطلع عندك واحد على infinity. وأي إشي في علم الإحصاء 10 to the power of minus 75 consider impossible، يعني أي شيء واحد تقسيم واحد وجنبه 10 to the power of 75 واحد تقسيم واحد وجنبه 75 صفر يعتبر مستحيل. أنت الآن عندك واحد تقسيم واحد وجنبه عدد لا نهائي من الأصفار، لأنه القيم اللي في المقام ستكون infinite number، فبالتالي رح يكون عندك واحد اللي هو القيمة اللي انت طالبها في الثابت تقسيم واحد على واحد تقسيم، خليني اكتب لكم اياها عشان تبين، شوف اذا بقدر اكتب هنا، يعني واحد بدي اكتب دواء، خلينا عمل دواء اشوف اذا ممكن واحد، اوكي بطلع واحد هون، ما عم بكتب، واحد ما عم بكتب برضو، ليش عجيب. المهم واحد تقسيم واحد وجنبه عدد لا نهائي من الأصفار، فبالتالي الفراكشن البروبابيليتي راح تكون مستحيلة، مستحيلة لأي رقم من هاي الأرقام اللي ذكرتها. Study planet tectonics with right kind of geological interior، برضو هذا لازم يكون مقدر، هاي كل القيم لازم تكون مقدرة، right amount of water in the crust، كمية الماء اللي موجودة في القشرة الأرضية، large moon with right rotational period، القمر اللي يكون حجمه مقدر أيضا مع دورانه، proper concentration of sulfur، كمية السلفر في الكراست، right planetary mass، كتلة الكوكب، كل هذه ثوابت لازم تكون مقدرة. الآن سنشرح شو هي الكازميك كونستانت، gravitational force constant اللي هي large scale attractive force hold people on planet، يعني اللي هي القوة اللي بتمسك الناس على الكرة الأرضية على الكوكب، وهي اللي hold the planets، واللي هي بتجعل الكوكب في مكانه والستار والجالكسي together، too weak إذا كانت أقل قليلا، يعني and the planet too weak and planets and star cannot form، أنه لو كانت أضعف مما هي عليه سيؤدي هذا أن النجوم لا تتكون والكواكب لا تتكون، إذا كانت too strong and the star burn up too quickly،
يعني لو كانت إنه قوة الجاذبية أقوى مما هي عليه، النجوم شمسنا ستحترق بسرعة جدا ولن يكون هناك حياة على سطح الكرة الأرضية. طبعا هاي كلها ثوابت كونية تسمى الفاين تونينج، يعني الضبط الدقيق، الإلكتروماجنتيك فورس كونستانت اللي هي سمول سكيل اتراكتيف اند ريبولسيف فورس هولد اتوم الكترون اند اتوميك نوكلي توجذر، اللي هي القوة اللي موجودة داخل النواة اللي هي بين مثلا البروتون والبروتون، في قوة تنافرية وبين مثلا البروتون والإلكترون في قوة تجاذبية، هاي هي الإلكتروماجنتيك فورس كونستانت. هاي برضو من الثوابت اللي لازم تكون متقدرة. If it were too much stronger or weaker we wouldn't have stable chemical bonds، يعني لو كانت أقوى مما هي عليه أو أقل مما هي عليه سيكون هناك لا يوجد روابط كيميائية مستقرة مثل الماء مثلا، الهيدروجين بوندينج أو الكوفاليانت بوندينج. هاي الماء سيكون مستحيل أنه يتكون، وجسمك أنت 90% منه ماء، فلن يكون هناك حياة لو كانت الإلكتروماجنتيك فورس كونستانت أقل مما هي عليه أو أكثر مما هي عليه، لن تتكون نواة الذرة. طبعا أنا ممكن أفصل ولكن سيكون الموضوع طويل. كل هذه ثوابت كونية يجب أن تكون مقدرة تقديرا بديعا، وحسب قانون الصدفة هذا اللي أنا تكلمت عنه، هذا مستحيل ثابت واحد من هذه الثوابت أن يأتي صدفة. طبعا قد يقول قائل لماذا أنت اخترت theoretical probability ما اخترت experimental probability؟ لأنه experimental probability بدك تعمل أكثر من تجربة، أكثر من تجربة، وفي حالة الكون لا يوجد أكثر من تجربة، هو رتق ثم فتق هذا الرتق لأول مرة وأجد كل الثوابت الكونية على وجه الدقة. يعني ما عندك أنت محاولات لكون يعني الكون ينفجر أول مرة والله الثوابت ما أجت صح، نعيد التجربة، لا، ما في هذا الحكي في الكون. وهذا ما يتعلق بالإكسبرمنتال بروبابيليتي اللي هو هنا، أنه هون أنت بتعيد التجربة، أما في حالة الكون لا يوجد إعادة للتجربة، كما تقول نظرية البيج بانج، يعني ولا يوجد أحد قال بإعادة التجربة في حالة فتق الرتق. طبعا إلا من يقول بما يسمى بالريسايكلينج يونيفرس، وهذا لا دليل علمي عليه، يعني الريسايكلينج يونيفرس لا دليل علمي عليه، أو من يقول بالمالتيفيرس وهذا لا دليل عليه علميا، لا يوجد دليل علمي مشاهد لما يسمى بالسايكليك يونيفرس أو لما يسمى بالمالتيفيرس، لا، إحنا حسب الطريقة العلمية الحديثة وخطواتها نحتاج أدلة مشاهدة، لأن الطريقة العلمية الحديثة تقول لك المشاهدة أولا، فإذا أنت لا تستطيع أن تأتي بدليل مشاهدة إذا أنت لا تتحدث في الطريقة العلمية ولا تتحدث في العلم، أنت تتحدث فلسفة، والفلسفة هي خارج نطاق العلم، هي فلسفة ليس لها علاقة بما يسمى بالطريقة العلمية الحديثة أو ما يسمى بالعلم التجريبي. الفلسفة شيء والعلم التجريبي شيء آخر. العلم التجريبي يقول لك you must have observation، لازم يكون عندك دليل مشاهدة. فإذا أنت تحتكم للعلم التجريبي في الإلحاد وفي الإيمان، فالعلم التجريبي في صالح الإيمان، الأدلة كلها في صالح الإيمان،
حسب العلم التجريبي. أما الفلسفة هذا أمر آخر، أنا لست ضد الفلسفة، ولكن أرجو أن تأتي بدليل على الفلسفة اللي أنت بتطرحها. مثلا فلسفة الأكوان المتعددة، ما عندنا مشكلة يا سيدي، جيب لنا دليل عليها، ما عندنا مشكلة. هل عندك دليل مشاهدة على الأكوان المتعددة؟ الجواب لا. هل عندك دليل مشاهدة على ما يسمى بالسايكليك يونيفرس؟ الجواب لا. إذن هذا ليس علم، كيف أنا أقبل دون دليل؟ لا أستطيع قبوله دون دليل على هذه الفلسفة. فأنا لست ضد الفلسفة إذا كانت مدعومة بالدليل العلمي، أما فلسفة من غير دليل هذه تسمى صفصطة. فهذا الفيديو الثاني، أرجو أن تكونوا استفدتوا. إن شاء الله بنعمل فيديو آخر ثالث، بس أعتقد تعدينا 16 دقيقة، نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.